الوداديات. التنسيقيه كتنظم اليوم يعني هذه الندوه الصحفيه تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمهاجر بهدف تسليط الضوء على المعاناه اللي كيتعرضوا لها يعني واحد الفئه عريضه من المنخرطين اللي هم يعني مغاربه مقيمين بالخارج، كان املهم الوحيد ان يحصلوا على سكن يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار بالمغرب. واذا يعني بهذه الفئه يعني كتعرض لعمليات ديال النصب والاحتيال وخيانه الامانه والتصرف مال المشترك بسوء نيه وتزوير واستعماله من طرف اعضاء ديال مكاتب وداديات سكنيه. بطبيعه الحال يعني بعد يعني نضالات على الاقل يعني وصلنا يعني لاعتقال مجموعه من رؤساء ديال الجمعيات، ولكن للاسف الشديد اللي كيتلاحظ ان العقوبه لا تتعدى الى مستوى الجنحه، مع العلم ان الملايير اللي تيتم النهب ديالها وكذلك الانعكاسات الاجتماعيه اللي كتوصل لدرجه الوفاه، لان هناك ضحايا اللي كانوا يعني اما تعرضوا انتحار او لا توفوا يعني بسبب يعني التذمر ديالهم وكذلك الهدم المدرسي والطلاق. احنا في وداديه نجاح للسكن منخرطين ومعنا مهاجرين في الخارج من كاين من امريكا ومن اوروبا ومن الشرق الاوسط، جاوا باش يستمروا الفلوس ديالهم فواحد شقه سكنيه ولا بقعه باش يرجعوا للبلاد ديالهم، ولكن كنتفاجئوا بلي ان الحلم ديالهم تبخر، لان المكتب ديال الوداديه الحالي والرئيس ما فوش بالوعود ديالهم، وتقريبا 8 المشاريع حتى شي مشروع ما تسلم، وحنا في مشكل كبير لان المستقبل ديالنا وديال ولادنا راه ضاع، وهاد الناس اللي الجاليه اللي في الخارج حاولت باش تجمع واحد القدر معين من الكد ديالها والجهد ديالها وارتباط ديالها بالوطن ديالها وربط ابنائها بالوطن ديالها، فاذا بها كان كيتبخر الحلم ديالها، وربما حتى الاستثمار في المغرب ربما غادي يكون مشكل بالنسبه لهم. هذه الندوه هذه اليوم ستعرف واحد المجموعه ديال المشاهدات ديال الضحايا اللي هي سواء بجميع الاقاليم ديال المغرب من اكادير من وجده من الناظور من تماره من الدار البيضاء، اللي غادي يعطيو واحد المجموعه ديال الشهادات اللي تعرضوا على واحد المجموعه ديال الجرائم ديال هذه الوداديات السكنيه اللي اغتنوا بطرق تدليسيه وغير مشروعه، وهي مناسبه كذلك اللي غنطرقوا فيها الى واحد المجموعه ديال الشكايات اللي كانت تودعت لدى رئاسه النيابه العامه، واحد المجموعه ديال الشكايات اللي كانت تعرضت على المجلس الاعلى للسلطه القضائيه من اجل البت فيها نظرا لما عرفته من خروقات شابت واحد المجموعه ديال الاحكام القضائيه اللي هي غير عادله وغير منصفه. اذا اليوم حنايا غادي يكون مناسبه كذلك يعني بهذه المناسبه الجاليه المغربيه بان نقولوا بان تنتوجهوا بواحد المجموعه ديال الرسائل الى كل المسؤولين بان الجاليه المغربيه هي جاليه تساهم في التنميه الوطنيه، ويعني بالتحويلات ديالها الماليه اصبحت اليوم يعني متخوفه عن مستقبلها وعن مستقبل يعني الاستقرار ومستقر العوده الى المغرب. جيت هنايا للمغرب درنا واحد تشاركنا في واحد المشروع في واحد الوداديه، هذه الوداديه بالهرهوره سميتها الدومه من 2015، ولكن من بعد سنوات ثلاث سنوات لقينا روسنا خضنا في واحد المشاكل كبيره اللي عرفناها من بعد، يعني ان كانت اختلاسات من البنك ديال فلوسنا اللي احنا شاركنا بهم عطيناهم شيكات مشاو البنك ديال نائب امين المال. دونك احنا 181 واحد، كاين 45 واحد في هذا المشروع من الجاليه المغربيه. دونك كنا تعرضنا لعمليه النصب ولحد الان ديار ديالنا، دونك هذا المشروع بدا في 2010 من 2010 وباقي لحد الان ما تسلمناش بطريقه قانونيه دوك الشقق ديالنا. علاش؟ لان لقينا اختلاسات في البنك، لقينا الفلوس ديال الناس ما داخلاش، لقينا انا شخصيا الدوليه جوج شيكان ديال 64 مليون اللي ما كاين ما لقيتهاش في البنك. بدلنا المكتب، ولكن واخا بدلنا المكسب لقينا تفاجئنا بان الكونت ديال الوداديه ما كاينينش، فاجئنا لان ما كاينش الفلوس ديال الناس كامله تماك في داك الكونت، يعني ان الناس داخلين لي زابارتومون بحال ما مساهمين حتى بشي درهم.